في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، بناية طلاب الصف الخامس، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية فرع القراءة. ودرسنا لهذا اليوم هو نشيد العصفورة الجزء الأول. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تقرأ النص قراءة جهرية سليمة معبرة، مراعيا معايير القراءة الجهرية، أن تحدد معاني المفردات الجديدة بالنص، أن تحدد الفكرة العامة أو الفكرة الرئيسة للنص. هيا بنا. نص العصفورة للشاعرة نوال مهنا، والآن نترككم مع القصيدة. تنوح وتبكي بكاء الحنون بدمع غزير يذيب الجفون، فبين الخمائل فرخ صغير بعش جميل بأعلى الغصون، وقد خلفته لوقت قصير ينام سعيدا قرير الجفون، وعادت إليه فأين تراه وماذا دهاه وأين يكون، وظلت تنق تقب عنه طويلا إلى أن تبدل صمت السكون، فتحت الشجيرة فرخ جريح يئن ويبكي بدمع سخين، كسير الجناح نزيف الجراح فهبت إليه بقلب حزين، وضمت إليها الصغير الغرير وقالت أسأت بكل يقين، فقال صدقت وإني الملوم فلم أصغ حقا لأم حنون، وقد خلت نفسي أمير الطيور أجوب السهول وأطوي الحزون، جهلت مكاني وأغفلت قدري دعاني غروري لفعل مشين، فقالت سلاما وعفوا صغيري فما كنت يوما بقلبي تهون، فقالت سلاما وعفوا صغيري فما كنت يوما بقلبي تهون، وهذه التجارب درس مفيد وفيها الفوائد رغم الشجون، وهذه التجارب درس مفيد وفيها الفوائد رغم الشجون. والآن مع المفردات الجديدة في النص. كلمة الخمائل مفردها خميلة ومعناها الشجر الكثير الملتف. بكى بدمع سخين فتحت الشجيرة فرخ جريح يئن ويبكي بدمع سخين. دمع سخين أي بكى بكاء حارا. وضمت إليها الصغير الغرير، الغرير بمعنى الذي لا تجربة له. وقد خلت نفسي أمير الطيور أجوب السهول وأطوي الحزون، معنى كلمة الحزون هي الأرض المرتفعة الصعبة. السؤال يقول: اقرأ القصيدة قراءة صامتة ثم أجب عما يأتي. ما سبب بكاء العصفورة في مطلع القصيدة؟ إن رجعنا إلى مطلع القصيدة سوف نجد أن السبب الرئيس في بكاء العصفورة هو، نعم أحسنتم، أنها عندما عادت إلى العش لم تجد صغيرها. السؤال الثاني: ماذا حدث للعصفور الصغير؟ نعم، حاول أن يطير فسقط من أعلى الشجرة
فكسر جناحه. نأتي إلى سؤال المفردات، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية: بدمع غزير يذيب الجفون. ما معنى كلمة غزير؟ طويل، بعيد، قريب، كثير. نعم، الدمع الغزير هو الدمع الكثير. ب: وظلت تنقب عنه طويلا. ما معنى كلمة تنقب؟ تستفسر، تبحث، تبكي، تسأل. أحسنتم، تبحث. جيم: دعاني غروري لفعل مشين. ما معنى كلمة مشين؟ هو مقبول أم مهين أم معيب أم غريب؟ نعم أحسنتم، معيب. وذلك أبناء الطلاب نكون قد انتهينا من الجزء الأول في درسنا قصة العصفورة، على أمل اللقاء بكم في حصة أخرى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. لا أنسى أن أذكركم بالواجب الإلكتروني على منصة المدرسة، إضافة إلى واجب النسخ الأسبوعي المضمن ضمن الرسالة الأسبوعية. هذا، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.